جاء في كتب السنة أن مؤذن رسول الله كان يؤذن خارج المسجد على الباب، فهذه سنة واجبة أم مستحبة؟ لا، هذا حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لأنه من طريق ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس، حديثه ضعيف ويدلس وليس بثابت. نعم. وضعت بعضا من السنة الأذان على محل مرتفع، السنة يكون الأذان على محل مرتفع كما كان إذا يؤذن على سطح، السنة يكون الأذان على محل مرتفع حتى يكون أندى للصوت، وإذا كانت منارة كما صنع الناس منارات فهو أندى، والآن جاءت المكبرات هذه فاختفى بها الناس لأن صوتها لأن تكبير الصوت يبلغ الناس من بعيد، فلهذا اختفى بعضهم بها عن الصعود إلى المنارة لعدم الحاجة إلى المنارة.